تدخل البابا. اسمي بنسى وقت باخذ جرعي من وجعي. ماما بتبكي علي وانا كلها يا تبكي انه هتعالج ان شاء الله وطيب. مرات بسأل الدكتور ليش بيهرس علي، بيقول لي انه السرطان عم بيهرب من جسمك وبياخذ شعرك. بعد الزلزال قالوا يا ماما انه ما بصير تم العلاج بثلاثيه، لانه في كثير عالم ماتت وصار العلاج بمصاري. رفقاتي مرضانين مثلي وما بيحسنوا يتعالجوا، لانه اهلنا ما معهم مصاري يعالجونا. بعد ما صار الزلزال وساءت الاوضاع بتركيا فاجينا لهون، وعلى امل انه يرجعونا بعد كم يوم، يعني ماكسيمو شهر. وهلا حاليا صرنا شهر ولازم ياخذ جرعته، وعم بيزيد عنده الورم وما عم بيحسن يخرج لبرا من ورا الورم، لانه الورم صاير على الامعاء تماما. ساعدونا حتى نكمل علاجنا ونروح على المدرسه مثل رفقاتنا. انا بدي اعيش ساعتني صغير، بدي اشوف طفولتي، وساعدوني وساعدوا رفقاتي.